يقول الله في آية من آيات القرآن عن الشهداء: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فكيف يفعلون ذلك؟ يختلف المنطق في الجنة، فهم يعلمون أنهم تركونا خلفهم على الأرض ويشعرون بالشفقة من أجلنا، لا يعلم الغيب إلا الله، كما أنهم يتذكرون أيضا كيف كانت الحياة على الأرض مقارنة بالمنزلة الرفيعة للحياة هناك، لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا كيف جاءوا إلى الجنة، إنهم لا يعرفون أنهم استشهدوا، إنهم يؤمنون أنهم جاءوا إلى هناك بطريقة ما، هم يعتقدون أنهم جاءوا إلى هناك وأنهم في ظروف معيشية أفضل، لعلهم دخلوا الجنة عن طريق المرور من أحد الأبواب، ولعل الله يجعله يبدو كذلك، أو لعلهم قد جاءوا إلى هناك عبر تيار هوائي كإحدى عواصف الرياح، وهو الخطاب الذي استخدمه الله في القرآن. ربما يعتقدون أنهم نسلوا إلى الجنة قادمين من الأرض. ما أفهمه من أسلوب القرآن أنهم يشعرون بالشفقة أننا بقينا على الحياة الدنيا، وأنهم يريدوننا أن نلحق بهم، ولأن عالم الشهادة مزدحم فهم يعتقدون بسبب ازدحامه أن قليلين لم يلحقوا بهم من خلفهم في الحياة الدنيا، لذا فهم يشعرون بالشفقة من أجلنا ويريدوننا أن نلحق بهم في أقرب وقت ممكن، فضلا عن أنهم يهنئون من يصلون إلى هناك. إنهم يعتقدون أن القادمين الجدد وجدوا طريقا ليلحقوا بهم، وهم يعتقدون أن هؤلاء الذين وصلوا إلى هناك عبروا عبر ذلك النظام أو بطريقة أخرى، ولكن بعبارات واضحة هم يجدون هذا معقولا. إن أهل عالم الشهداء متقنون وصادقون في عباداتهم، فالجميع يؤدون صلوات والصيام ويؤدون العبادات الأخرى، فليس ثمة شيء سلبي هناك، وهم لا يشعرون بأي شيء سلبي. يقول الله تعالى في الآية 51 من سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لقد نسلوا إلى هناك مثل سحابة، فربما ذهبوا إلى هناك بهذه الطريقة والله أعلم، وربما يعتقدون أننا لا نستطيع أن نفهم الطريقة التي وصلوا بها إلى هناك، فهم يرون أن هذه الحياة الجديدة هي فضل من الله، ويعتقدون أنهم دخلوا إلى بعد جديد تكون فيه الحياة أجمل. إنهم يعتقدون أنهم هاجروا إلى عالم أجمل وكون أجمل، لذا هم يريدوننا أن نلحق بهم أيضا. فهذا مذكور في الآية 51 من سورة ياسين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي الآية 170 من سورة آل عمران: فرحين بما آتاهم الله من فضله. انظروا، إنهم يشعرون بفرح لا نهائي ولكن بدون حزن، لا يوجد حزن في عالم الشهداء، بل شعور مستمر بالفرح، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 170 من سورة آل عمران. فليس ثمة مكان للخوف والفوضى والإرهاب هناك، ولا يوجد ما يسبب الحزن. بعبارة أخرى، لقد استبعدت تماما الطاقة السلبية، إذ تشبه أيضا عالمنا في الوقت الحالي إلى حد كبير، فهكذا تكون حياتهم.